وهو الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين. وقد أشرنا لطرف من حكمته وذكائه وسرعة بديهته ودعاباته، وهي كثيرة. أيضا من العلوم التي برع فيها علم الحديث، وكان حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ذلك كثير من الفقهاء أنه يعني اختص بخصال منها أنه كان أقرأ القوم لكتاب الله، وكان أحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلمهم بالفرائض أي بعلم المواريث. كما أشرنا لقول طلحة ابن مصرف أنه كان دائما أي الأعمش يجلس ساكتا في مجلس إقراء وتعليم القرآن من قبل إمامهم يحيى ابن وساب، فلما مات ففتشنا من يصلح أن يكون أقرأنا مقرئا لنا، فوجدنا الأعمش أقرأنا. طلحة بن مصرف كما أشرت كان شيخا لبعض شيوخ القراء السبعة أصحاب القراءات السبع المشهورة المتواترة رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين. وكما أشرت كان حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ فقط عن أحد يعني الرواة 1000 حديث، أخذ أو سمع من أبي صالح زكوان 1000 حديث، وكان الناس يقصدونه من أجل سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن إماما كبيرا بقيمة وقامة الإمام شعبة بن الحجاج قال: ما شفاني أحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما شفاني الأعمش، يعني لم يشبع نغمي أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما شفاني الأعمش. ويعني كان يسمى سيد المحدثين كما قال ذلك تلميذه أبو بكر ابن عياش، ويكفيه شرفا وفخرا أنه كان شيخا لأكبر الأشيوخ والعلماء، فكان شيخا للإمام سفيان الثوري، كان شيخا للإمام الحكم ابن عتيبة، وكان شيخا للإمام أبي حنيفة، كان شيخا للإمام شعبة ابن الحجاج إلى غير ذلك. لما سمع الإمام محمد ابن شهاب الزهري حديث الأعمش قال معلقا: ما ظننت أن أحدا بالعراق يقول أو يحدث بمثل هذا، ما ظننت أن أحدا بالعراق يحدث بمثل هذا.